وبركاته. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج صحي النوم على شاشه LTC معكم محمد الغيطي. طاب مساءكم وطيب الله اوقاتكم. والنهارده حلقه السبت 30/6/2018. اعزائي المشاهدين، في مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات خرج ما يقرب من 40 مليون مصري للميادين والشوارع ضد حكم الجماعه الارهابيه. أسمع البعض ممن خرجوا يقولون ليتنا ما فعلنا. الأسعار نار والعيشة مرار. والبعض الآخر يقارن بين سعر الدولار قبل 30 يونيو وبعده. والبعض يحسبها ليل نهار ويقارن بين نفقاته ودخله ويحتار. كم كان سعر البيضة أو علبة السجائر أو حتى طبق الفول أبو الزيت الحار إلى آخره من سلع وخدمات. وأنا معك ومثلك تماما، أقارن وأجتوي بنار الأسعار والمعيشة اللي عايشينها. أوافقك تماما وأقف معك داخل نفس المربع وأعاني معاناتك. لكن يا سيدي المواطن صاحب العقل الجبار، اسمح لي أن أذكرك لأننا نعاني من ذاكرة الأسماك التي تسبح في البحار، وأنه كما يقول أستاذنا نجيب محفوظ آفة حارتنا النسيان. وإذا نسيت سأذكرك. لو نسيت 45 طفل قتلوا في حادث أسيوط، أو نسيت 16 جندي قتلوا غدرا في نهار رمضان، أو نسيت أحداث رفح الذي أسفرت عن مقتل 26 شهيد، أو نسيت أحداث العباسية، أو نسيت 7 جنود اختطفوا في عز الظهر والفاعل مجهول ورئيس الإخوان يعلق ويقول عن سلامة الخاطفين والمخطوفين، لو نسيت أزمات البنزين وقطع الكهرباء وعزل النائب العام وتعيين آخر ملاكي، لو نسيت حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وقد عشت هذه الأيام السوداء بنفسي، لو نسيت حصار المحكمة الدستورية، لو نسيت الدستور المسلوق إلى مطلع الفجر، لو نسيت محافظ الأقصر الجهادي في بلد سياحي أو الإرهابي في بلد سياحي، لو نسيت حصار الاتحادية، لو نسيت مقتل أحمد الجندي جيكا، لو نسيت الاجتماع الفاضح المذاع عن سد النهضة برعاية باكينام، لو نسيت خطاب 26/6/2013 الضاحك الدامي الذي كان يردد فيه عن شفيق وفودة البلطجي عاشور البلطجي القاضي المرتشي ورجال الأعمال المرتشين، لو نسيت أسطورة ديوان المظالم الفاشل، لو نسيت 33 مليون مصري خرجوا للميادين ومعهم كارت أحمر ارحل، لو نسيت تصريح البلتاجي وتهديده للجيش والإرهاب في سيناء وتصريح صفوة حجازي، لو نسيت 40 مليون نزلوا لتفويض الشرطة والجيش للتصدي للإرهاب، لو نسيت أن الإخوان هم من طالبوا الناتو والغرب الدخول لمصر ومحاربة الجيش المصري، لو نسيت أن يدهم ملوثة بالدماء وأنهم أصبحوا منبوذين من الشعب وأن أنصارهم من الإرهابيين يقتلون جنودنا في سيناء، لو نسيت أنهم حملوا السلاح ضد الشعب والجيش والشرطة واقتحموا الأقسام وقتلوا الضباط والمدنيين، أبدا لن ننسى. وأيضا انسوا أيها الإخوان الإرهابيون وتذكروا أن المتهم الجاسوس محمد مرسي لن يعود أبدا، وأنكم لن تحكمون بإرهابكم. أرجوكم لا تنسوا هذه الأحداث، احكوها لأولادكم، اطلوها على من يليكم. إذا أصابتكم ذاكرة الأسماك عودوا إلى هذا التاريخ تحت عنوان حتى لا ننسى، حتى لا ننسى من هتف من فوق منصة ربعة للاستقواء على وطنه بأمريكا كانوا الإخوان الخونة، ومن هتف بعد سقوط ليبيا للأمريكان بالتهليل والتكبير كانوا الإخوان الخونة.
من أسقط الوطن العربي هم الإخوان في كل بلد عربي. من يهتف للأعداء للاستقواء بهم أو طلب سلطة أو مال هم لا يأتمنون على وطن أو دين، هم يتاجرون بالدين وبالأوطان وبكل شيء للوصول إلى هدف واحد هو السلطة. وليتهم يصلون لهذه السلطة من أجل أنفسهم، بل من أجل خدمة أسيادهم الأمريكان والصهاينة في تقسيم الوطن العربي. أعزائي المشاهدين، نعم نعاني من غلاء الأسعار، لكن لديك وطن. ولعلي منذ 30 يونيو 2013 وأنا أختم كل حلقاتي بكلمة تصبحوا على وطن، لأنني في عهد الإخوان وفي 30 يونيو شعرت أن وطني مهدد وأنني مهدد أن أكون مواطنا فيه. لذلك أقول دائما تصبحوا على وطن ويحيا الوطن.